معكم عودة جديدة، معكم أخوكم ولد الصوبة، لأنه هو هذا الموضوع اللي كان تطرق ليه اليوم، يعني راني سبق ليا دوزتو وكان عاود نأكد وأنا على دراية على الشيء اللي كنقول. هذا الموضوع والموضوع ديالنا هو ديال نسيم حداد. نسيم حداد اللي هو يعني احنا عندنا واحد الغيرة كبيرة وبقى فينا الحال، احنا ما قلقتنا حتى شي حاجه. اللي قلقنا وهو هذا نسيم حداد، انكرنا ونكر شيوخ ونكر عداد ديال شيوخ اللي هما تلمد عليهم واللي هما مازالين على قيد الحياه. كان تفاجئوا به كيتلقى اسئله بانه سولوا على الرواد، قال لهم ما بقاوش على الشيوخ، ما بقاوش. هذا راه عار وحشومه، عار وحشومه. اش غادي نقول لك، هو كون تلفتي على جنبك مشيتي على الدار البيضاء، راه الحمد لله راه دايرين بك واحد العداد ديال الرواد، واحد العداد ديال الشيوخ. حقا ذكرتي واحد ذكرتي هاد النماذج، حتى هما راهما شيوخ احتراماتي لهم. بالنسبه لخدوج مويتيشتي، السي عبد العزيز الساتي، شكون دورنا اللي هي هادو، يعني احتراماتي لهم شيوخ بالفعل. ولكن كملتي واحد شويه، راه الدار البيضاء راه عامره، باقي بيريك العوني، باقي ولاد البوعزاوي اللي هما حاملين المشعال. هو السي محمد راه مبتدئ، راه ما عارف حتى حاجه. هذه بعدا على الاقل، على الاقل على قد السؤال، غيمشي لواحد الربعه ولا خمسه على هنا. الدار البيضاء بعدا راه شحال فيها، لكن ولاد البوعزاوي اللي هما فيهم جوج شيوخ، فيهم بوشعيب بيضاوي، فيهم مريشة الخيبو، كاين مصطفى الزواق حداه، كاين سعيد الكحل، كاين سعيد البياض، كاينين واحد العداد ديال الشيوخ في الدار البيضاء. وهو تنكر تنكر الحجيب اللي عطاه البركه. احنا غنوصلوا لعندو واعطاهم ليه. كاين عبد الله البصولات. ها الدار البيضاء خرجنا منها منين غنمشيو؟ حجيب اللي هو انت ولد الدار وخديتي منه الكثير.
حتى ملي ذكرتيه نقصتي نقصتي الجواب حطيتي كيدير على الشيدمي على حاجيب كيدير على الشيدمي حاجيب راه غاني بلا يوتوب كذا هادشي حنا كنقولوه حنا على درايه شهدنا بما علمنا ما كنقولوش شي حاجه ما كايناش واللي قال لك شي حاجه حنا موجودين يعني نتبارزوا ونشوفوا كل شيء كل واحد على الحقيقه ديالو من بعد انتقلوا تجي لمدينه اسافي اللي هي خديتي منها الخبيزه الكبيره نسيتي ولاد بن عقيده نسيتي الشيخه حفيده الحسنويه نسيتي عائشه الجراريه نسيتي بنت الغازي نسيتي واحد العدد ديال الشيوخ ومنهم ولاد بن عقيده راه عندهم 50 سنه نص قرن ومنهم في الحرفه ومنهم شيوخ اللي هما تا هما اللي لعبوا على 20 سنه وصبحوا رواد وصبحوا محافظ ديال العيوت منهم ولاد 700 معروفين راهم معروفين اللي هما عائله فنيه جايه من حاملين المشعل اليومين هذا من الاب والان والام وكذا يعني بزاف عندنا هنا عندنا العربي الشهاب الغرابي حتى واو طلعت عندنا واحد الفنانه تاع هي شيخه تاع هي نجاة السكود وكذا كلهم تيحفظوا العيطه ايوا بلا ما نقول لك ولد الصوبه يعني راني غاني على التعريف نعطوهم معلومات بحال سهام العبديه تاع هي سهام السيويه هادو كاع ما بانوش ليك ما بانلكش واحد نكرتي بانه ما بقاوش لا حشومه هادشي راه عار عار كنعاود نوجه لك هاد 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 النداء راه حشومه عار ثانيا يعني انت تعرفتي بناسيم حداد بانه عندك الدكتوراه والعيطه وكذا حنا كنا ننتظروا منك كننتظروا منك ما عرفتش بغينا نشوفوا اش بغيتي دير هاد العيطه انت ماشي يعني انت اصبحتي ضدها لدرجه انه خديتي برنامج الله يسهل عليك حنا راه ماشي يبقى فينا الحال اللي كاين بعض الناس اللي هما تيقولوا حنا عندنا كندويو على هذا الشيء بانه غير انت ما بغيتيش غير حنت ما دوزتيناش وحنا خدمنا في البرامج كامله اللي كاينه التلفزيونيه اسمح لي ما كاينش شي برنامج اللي ما خدمناش فيه حنا ما واش هاد الناس كيستضفونا راه كيستضفونا من اجل المعرفه ديال العيطه ومن اجل الصحافه كتكتب وكتتلقب هذا الموضوع ديال هادو اللي قالوا حنت ما دوزتيناش راه حنا دوينا لا حنا ما كنحتاجوش منك باش دوزنا لا حنا الحمد لله عندنا جمهور ديالنا اللي هو ودزنا في عده برامج وعندنا الحمد لله حنا كنطلبوا الله يدوزنا من فضله وانت خاصك تطلب الله يدوزك من فضله لانه هو راك ما احترمتيش شي حوايج اللي هما غتحاسب بهم هذه خاصك ديرها في بالك هذه بلا حنا هذا يعني واقع اللي ما نهربوش عليه كاملين انا ما كنحتاجوش منك تدوزنا ولا كذا لا حنا غير بقى فينا الحال ملي جيتي كنتصنتو كنتفاجئوا بنسيم حداد يعني في برنامج كنتصنتو ليش يقول اول ما تلقيتي السؤال نكرتينا ونكرتي جميع نكرتي المغرب كامل وبهذا بس سميتو النكره انا هذا هو الاسم لا هذا الشيء عار وحشومه حنا راه كنوجهوا لك هذا الشيء وحتى الناس الجمهور اللي ما عارفش هذا الشيء بغيناه يعرفوا لانه كاين بعض راه الجمهور كيعرف حتى المسؤولين ديال الاذاعه خصهم يعرفوا هذا الشيء المسؤولين حنا ما عندناش مشكل لانه هو الحمد لله والشكر لله المديرين ديال التلفزيون عندهم نزاهه كثيره والحمد وتنطقوا بها تماما 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 الا طاحوا في غلط ما يتعاودش يتكرر هذا الشيء الغلط يتعاود يتكرر سي جمال انا هذه احتراماتي للمسؤولين واحتراماتي لكل شيء لانه هو هاد الحوايج خصو يتحطوا فيهم الناس اللي هما على درايه راهم على درايه لانه علاش لانه كتجي كتلقى واحد كيدوز في شي حلقه وترى الناس راه السي عبد السلام الخلوفي ودابا ملي كيدوز واحد في شي برنامج شحال من البرنامج داز من شاد الالحان عشقناها تماما واحد العدد من انغام الاطلس وهذا البرنامج كلهم عمل نجح واش كاين حتى الاسم ديالو ريج في الساحه الفنيه انا 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 راه الناس كيخدموا في الخفاء اش غادي نقول لك حنا دزنا في هاد البرامج كاملين دزت في انغام الاطلس دزت في شاد الالحان دزت يعني كاين شي برامج دوز معك شي حاجه اخيرا دوزنا في النجوم الاولى يعني كانت في واحد المستوى كبير
مستوى ماشي انا كنقولها كنقولها من قلبي لانه هذاك انت اللي تقول الشيوخ هذيك نجوم الاولى يعني كانوا الناس كل شيء كينتظر سي حداد عمرنا ما سمعنا عيطه في البرنامج وشوف هنا انا تنقول ربما عنده قصد انا ما نتحملش انا كيقول لك انا كان هادشي اللي ظنيت انا يمكن عنده قال لك اودي قال لك قال لك انا جيت هذا البرنامج دار المصالحه مع 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 الجمهور مع التلفزيون شوف السي لا ماشي هذا ردوا ليه هو تيحطم العيطه راه من زمان وهي من القيال هاد المصائب شوف الاولى اللي غنقول لك انا ما كان انا كان دخيل انا كان داف انا كان دافع على العيطه كان دافع على العيطه ماشي على ماشي عليا انا ولا على هذا ولا على الاخر هنا اش كنقول كنقول هذا السيد لو كان هو عنده غير على العيطه ملي خدا البرنامج كان خاصو ديما يعطي واحد اللون ديال العيطه حنا ما عمرنا سمعنا شي عيطه ما عمرنا سمعناها وراكم كل شيء شاهدتوا يعني برنامج جماعتنا ما عرفتش باش غنسميها انا واش خايبه ولا زينه ولا ما عرفت كيفاش دايره وانا ملي كنشوفو كنلقاو هو يعني في كل حلقه هو هو اللي كيغني هو كيجي فنان يحطو قدامه هذا البرنامج في البث ديالو كيدار ب 36 مليون حقيقه هاد 36 مليون اش كيدي منها كيجيب فنان واحد وتيحط الفرقه ديالته هو اللي كتعزف معاه وكذا كيحطها وتيجي هذاك الفنان تيغني كره فهاديك 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 خصو لان الفنان خصو يتوسع مع الناس اللي كيخدموا معاه كمانجي ديالو إيه تماما وراه كيف قلنا هو تيفرض الوجود ديالو واش تيعطوه تيعطوه مليون اش غيدير بهاد المليون مثلا هادشي حنا راه تنقولوه وقلناه 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 وغنعاود ناكدوه راه كانوا ناس كانوا ناس ضاع يعني شحال ديال الفنانه ضاعوا كانوا كيدوزوا في البرنامج راه 48 واحد كدوز في الحلقه كلها تتخلص وكلها كتمشي بخير وعلى خير هنا صبحت هاد يعني هاد يعني جا حنا ما عندناش مشكل هاد جماعتنا زينه كننتظروا منها كو خلاكو كو مشى على هذاك النمط هكا خدم بحال الشكل هكا ماشي مشكل ماشي لنا فيها والو كنلقاو هو يعني هو كاينه واحد المساله كاينه واحد المساله هاد المساله اللي كنراهنوا عليها حنا واللي هي يعني هي التوثيق ديال هاد العيوط الا ما وثقناهمش في التلفزيون في غبي يتوثقوا ما كاينش التوثيق ما كاينش في الثقافه ما عندها توثيق ما كاينش لونتولوجيا اللي هي جمعت لينا مثلا هاد الشتات ديالنا ديال العيوط ديال عبده كاملين جمع هاد الشتات ودار لهم باش نعرفوهم حنا راهم في الامل حنا دابا عندنا الامل الوحيد في التلفزيون هو اللي كيوثق تماما يعني. تماما على كاين بعض الناس خصك توصل لهم على حنا مثلا هادشي اللي كيكون في اسفي او في الدار البيضاء او في الرباط او في اي منطقه من العيوط كيفاش غيتوزع لما توزع على طريق التلفزيون كيتوثق كيتوثق وكيتوزع كيعرفوه كيعرفوه شباب وناس اللي هما جايين ونرجعوا للموضوع انما التلفزيون كيبقى دار الفنان هذيك دار الفنان كيف ما كان نوعه ممثلين وفن مغنيين وكيف ما كان النوع ديالهم يعني هذه مساله اخرى انا كنشوف فيه هو نرجعوا لهذا البرنامج اللي دار وجا كيتوجه اسئله وكينكر شيوخ اللي هو تعلم عليهم واللي هو كذا راه حشومه كنعاود نقولها ليه وراك تحمل المسؤوليه ديالك حتى ما عاشرناه جلس معايا مع جمال سافرنا ما خلاه حتى شي يعني ما خلاه هو ما خلاه حتى شي شيخ ولكن جا عندنا بصباحي لا ما كانش عندنا هاد 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 هاد, هاد الخيط ديال باش غيغني عمره كان هو الا في واحد اللقطه كانت جاو الجزيره الوثائقيه وخذا واحد التعريجه وردد معنا ديك العماله انا اللي علمتها ليه هذيك العماله جا على طريقه باحث كيسول ويعرف شنو هذه ايقاعات وكيفاش كذا ماشي مشكل هنا اي واحد دق الباب راه حنا كنتعاملوا معاه ايوا هنا تفاجئنا به هو دار هذا الشيء ما عرفناه واش منه هو ولا مدفوع من طرف شي حد اخر والعلم لله المهم هو راه مسؤول امام الله لانه علاش حنا ضربنا تماما حنا ما بقاش عندنا نظره للسن ديالنا حنا بقى عندنا غرض يعني اش كيقولوا الناس راه حنا رواد حاجه شخصيه الماتش لعبناه اشواط اضافيه هذه باقا حنا بغينا
الناس اللي هما جايين حتى هما يلقاو ما يتغلطوش كونش غلط. وانت حامل هذاك يعني راه نسيم حداد كذا الدكتوراه في العيطه كذا، وخاصك تبان ظهر بهذاك اللون، ظهر بهذاك اللون اللي هو انت حامل الاسم ديالو، فينا هما شنا من والو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.